خروج نور زهير وكمبش يعني ويوصل رسالة إلى الشعب استحالة محاسبة أي قائد سياسي وأي زعيم سياسي مهما كبر جرمه. يعني وأنت تروح إلى الفرضية لو لا، لو صدام حسين معتقل بالسجون العراقية ما كان طلع؟ هسه صدام لو كان مسجون يعني ما كان ممكن المساومة عليه؟ صدام حسين لو كان مسجون في حكومة مصطفى الكاظمي أو هذه الحكومة، أنا أتصور كان طلع كفالة. كفالة؟ كفالة يعني يطلع ويمشي حر بالشارع؟ ممكن بعض الدعاوي يطلعوا عليه كفالة. خلي في بالك، لو أنا ما دا أحكي عن حكومة المالكي، ركز، جاي أقول حكومة الكاظمي وحكومة السوداني. ليش لو كان المالكي؟ أزلام النظام، لو كان أزلام النظام أزلام النظام خو أقوى، أزلام النظام موقوفين في حكومة مصطفى الكاظمي أو هذه الحكومة لكان خرجوا مثل ما خرج نور زهير. ليش ما أقول؟ ليش ما أقول؟ أعطيك دليل. ليش ما أقول؟ لو كان في حكومة المالكي لكان خرج صدام حسين مثل اللي صار يوم 22 تموز 2013 بهروب السجناء من سجن أبو غريب. سجن أبو غريب والتاجي غير قصة. غير قصة. الوحدة غير قصة. لا. غير قصة. يتحمل قائد عمليات وقائد القوات البرية ووزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس الوزراء هروب سجناء التاجي وابو غريب بالحافلات حد ما وصلوا سوريا. لكن العمليه صارت بتغطيه سياسيه، عذرا، سياسيه سنيه وامريكان. سخواك كلامي زي. العجلات من طبن ابو غريب وانت صاعد الفلوجه والانبار لحد ما وصلن خارج سيطرة كانت الحكومة العراقية. من القائد العام للقوات المسلحة؟ نور المالكي. من رئيس الحكومة كان في ذلك الوقت؟ جاي أقول. إذن ليش أنا أقول؟ أنا دا أقول ذولا يتحملون المسؤولية. ليش تستبعد؟ ذولا يتحملون. ليش تستبعد؟ ليش خليت لي مصطفى الكاظمي والسوداني واستثنيت لي المالكي بخروج صدام حسين مع أنه خرجوا أعتى المجرمين؟ لا مو بعد الفترة بعد تقريبا 10 أشهر انسبينا بداعش. شوف اللي هي اغلب القيادات بداعش كانوا من ابو غريب من الساجد. هسه انت تقول لي سر سقوط الموصل. لا ما له علاقه هذا سقوط الموصل يتحمل المالكي. لا 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 راح اقول لك يتحمل المالكي 200%. ماشي بس انا اقصد اللي شاركوا احنا ما ساعدنا التنظيم بانه رفدناهم بمجرمين كانوا موجودين بابو غريب ما قدرنا نسيطر على هذا السجن. ليش هو اقول لك تعال ليش هي قيادات بوكي اللي كانت بسجن بوكي ب 2009 و8 اللي فكهم الامريكان من عواد البندر البغدادي الى هذا ابو ايوب المصري وانت صاعد. هم كلهم ذولا طلعوا من بوكي وراحوا لسوريا وابو غريب والتاجي كمل العدد نفس القيادات هاي وشاكر وهيب نفسها هي اللي دخلت الموصل. طيب